أيها الإخوة، لعل الله عز وجل حينما يغلق لك الأبواب كلها أراد أن تتجه إليه نحو الأعلى. باب السماء مفتوح دائما ولا يغلق، فإذا رأيت أن أبواب الأرض قد أغلقت فمعنى ذلك ينبغي أن تفهم على الله، أغلقها في وجهك كي تتجه إليه وتصطلح معه. وهذا ما يعانيه المسلمون اليوم. قد تسأل مسلماً بحسب ما يقرأ وما يسمع، بحسب الواقع التحليلات، يقول لك ليس هناك من أمل. أبواب الفرج الأرضي أغلقت، وكأن الله يريدنا أن نتجه إليه وأن نصطلح معه. وإذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. وإذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله.